خلينا نروح لملف تاني كمان. صحيح. يا مصطفى، وهو يلا. التغيرات المناخيه. طبعا العالم كله دلوقتي بيتكلم عن الموضوع ده، خطر عابر للحدود وتاثيره بيزيد يوم بعد يوم. عشان كده مصر مع انها غير مؤثره في المناخ تماما سلبيا يعني، اطلقت امبارح استراتيجيه وطنيه للتغيرات المناخيه 2050، ودي استراتيجيه الهدف منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام بيقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الاستراتيجيه من الدكتور مجدي علام، رئيس الاتحاد النوعي للتغيرات المناخيه. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك. صباح الخير يا مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف من حضرتك اكتر، ايه هي الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه؟ هو كل دوله من دول العالم الاعضاء في الاتفاقيه الدوليه لتغير المناخ بتقدم كل عام تقرير تفصيلي عن حاله المناخ في هذه الدوله، من حيث حجم الانبعاثات الصادره من القطاعات السته، قطاع الطاقه والصناعه والزراعه والنقل والإسكان والسياحة، ودول القطاعات اللي بيطلعوا أكبر حجم من الانبعاثات، وده اللي بيسبب ظاهرة الاحتباس الحراري اللي هي أساسا بتزداد. يعني القرن الماضي كان في نهاية 100 سنة 9 من 10 زيادة في درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، وكنا نتمنى أنه هذا القرن ينتهي بدرجة ونص يعني، لكن للأسف المؤشرات بتتكلم على ان ممكن نعدي 2.5 درجة مئوية لزيادة حرارة سطح الكرة الأرضية. في الحالة دي هتبقى مشكلة حادة جدا جدا على كل النظم، وخصوصا الزراعة والأمن الغذائي والصحة، وهم المثلث اللي احنا بنعنى بيه. وحتى لما بنتكلم على ظاهرة الجفاف والتصحر، ان انت تشوف أراضي كانت خضراء بالأمس تعدى عليها تلاقيها رمال صفراء اليوم، سواء بسبب ظاهرة الكثبان الرملية وزحفها عليها، أو بسبب درجة الحرارة العالية، أو بسبب درجة الجفاف العالية. صحيح. اللي بيقل فيها نسبة الرطوبة يهدد الأمن الغذائي والصحة مباشرة، ودول الهدفين اللي احنا بنسعى ليهم لما نطلق عليه برنامجين، برنامج تخفيف وخفض الانبعاثات، وبرنامج التكيف مع حدث، مش هنقدر بقى نغير اللي حصل والطبيعه تدخلت، فلازم هنتكيف. هنتكيف ازاي؟ زي الاسبوع اللي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء 100,000 صوبه زراعيه تكون تعويضا عن 600,000 فدان خسرناهم من 1.2 مليون فدان في الدلتا بسبب البناء على الاراضي الزراعيه. وبالتالي المرحله الاولى اللي الرئيس السيسي اعلنها في ما يطلق عليه الدلتا الجديده وعلى طريق وادي النضرون وفي منطقه الحمام في مرسى مطروح، هذه المناطق تعوض ما خسرناه من اراضي زراعيه في دلتا النيل، بحيث انه يعني هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يسترد على الاقل 2.2 مليون فدان على مرحلتين، مرحله بنعمل بيها الزراعه الذكيه، ومرحله اخرى توسعات في سيناء وفي المنيا وفي عدة مناطق على مستوى الجمهورية. صحيح. دكتور مجدي، طيب يعني نقدر نطلق على أن الاستراتيجية دي استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، ده يعني نقدر نقول هو زي ستايل بوك أو دليل إرشادي في يعني عناصر هتلتزم بها الدولة المصرية من خلال كافة مؤسساتها من أجل التكيف مع التغيرات المناخية؟ نقدر نقول كده؟ طبعا نقدر نقول كده، ونقدر نقول ان دي الوثيقه اللي مصر هتلتزم بيها قدام دول العالم، ودي الوثيقه اللي مصر هتدخل بيها على كوب 27 اللي هينعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم. بالتالي مصر بتقدم رؤيتها على التعامل مع تحديات المناخ على مستوى محلي في جمهوريه مصر العربيه، ولكنها لا تغفل المستوى الاقليمي على مستوى القاره الافريقيه التي تقابلها تحديات كبيرة جدا مناخية، والتي هي بالصدفة القارة الوحيدة الأضعف إنتاجا للانبعاثات، ولكنها جعلت لكي تكون القارة الوحيدة التي ستخفف حجم الأزمة الدولية للمناخ بسبب أن ما عندهاش انبعاثات كتير، فهيبقى التخفيف على هذه الرقعة من الأرض هو المدخل الوحيد للبشرية لإنقاذ الأمن الغذائي وصحة البشر.
الجزء الأخطر في هذا الموضوع أنه كثير من الجينات وكثير من الموارد الطبيعية بتتأثر وممكن تهدد بالانقراض، وبالتالي الخطوة اللي خدتها وزارة الزراعة المصرية بحيث أن يبقى في عندنا التقاوي ويبقى في عندنا نوع من التقاوي يقاوم الآثار السيستة لتغير المناخ، لأن أنت ممكن تزرع ويبقى الزرع ضعيف فما يتحملش أي زيادة درجة حرارة أو أي جفاف. النهارده بيحصل جينوتايبنج وبيحصل اعاده يعني تفعيل للقاحات والحبوب الخاصه بالامن الغذائي لكي تتحمل الاثار الحاده للتغيرات المناخيه. الحد الاخر ان احنا كل النظم بتاعتنا سواء في مصر او في افريقيا بتتحول للطاقه الجديده، يمكن مشروع محطه بنبان في اسوان نموذج لمحطه الطاقه الشمسيه الكبرى، محطات الرياح اللي في الزعفرانه، محطات توليد الطاقة من المصادر المائية والحد من توليد الطاقة من المصادر الأحفورية، واحنا بنسعى بتصريح وزير الكهرباء المصري انه فعلا في خلال يعني 15 سنة القادمة سيتم التحول بنسبة اكثر من 45% من الوقود الأحفوري والبترول والفحم الى الطاقة الجديدة سواء طاقة شمسية أو أنواع الطاقة. أكيد كمان يا دكتور يعني الاستراتيجية دي هتعزز دور مصر دوليا، يعني كل شكر لحضرتك الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد النوعي للتغيرات المناخية.